ازيكم عاملين ايه؟ فوجئنا بشاب يقتل والدته. طبعا والدته عمرها 47 سنة، مش عارف صاير موضة القتل. مش عارف الاشخاص هذول ما عندهمش حنية او ما عندهمش او تحت تأثير المخدرات او ايش، والله ماني فاهم. طبعا الغريب في الموضوع انه يعني بيتباهى يعني بعد ما عملته كان ينشر انه عن والدته انها اغلى مالية، وانه دموعي مغرق عيني. طبعا الفتى من القليوبية، شاب صغير بيعترف لجريدة الاهرام انه والدته سبب قتله، انه رفضت تعطيه شقة يتزوج فيها. موضوع غريب، يعني عارف الناس هذم كيف بتفكر، او شو نوع التربية اللي تعرضوا ليها، سواء في مصر او في الاردن او في امريكا او في، يعني شغلة قتل الام هذه مش عارف، مش سهلة، مش موضوع سهل. يعني اللي تحت تأثير مادة مخدرة اظن ممكن يحير الناس، انه يعني بنشر بوستات غريبة كأنه مش على باله شيء. يعني طبعا أقوى عليه القبض بعد 3 ساعات، ومثل مثلا ادعوا لي بالسلامة ويا أغلى مالية. مش عارف الناس يأسة من الحياة، أو بعرف والله، مش فاهم عقل البشر معقد جدا. يعني مش سهل، انا دائما احكي انه العقل البشري معقد جدا. معقد جدا العقل البشري، ما بعرف كيف يفكروا الشباب، او اللي بيقتل امه او والده، او يبدو ان الموضوع عندهم مش محرم او عليه تشجيع. يعني انه بعرف، او بقلد والده، او هو مدمن شيء ما، الله اعلم. ان شاء الله في فيديوهات اخرى نعرف شو السبب الحقيقي. تابعونا في فيديوهات اخرى.